أربع حاجات أنت متعرفهاش عن القصص الحقيقية لأفلام ديزني وهتتصدم لما تعرفها. كلنا اتفرجنا على أفلام ديزني وإحنا صغيرين وانجذبنا لها وحسينا بسحرها وروعتها ورومانسيتها، لكن الحقيقة إن القصص الحقيقية صادمة جدا ومخيفة. في قصة سندريلا الرومانسية اللي دخلت قلب كل طفل وتأثر بيها، لأن سندريلا فازت بجائزة الأمير وعاشت في سعادة بعيد عن مرات أبوها. في القصة الحقيقية إخواتها قطعوا صوابع رجلهم عشان الحذاء بتاع الأمير يجي على مقاسهم ويفوزوا بجائزة الأمير. أما العصافير الرقيقة اللي كانت بتقعد تحوم حوالين العربة بتاعت سندريلا، في نهاية القصة هتاكل عيون إخوات سندريلا. في فيلم مولان كانت بتدور القصة حوالين الفتاة الصينية الشجاعة اللي اتنكرت في زي شاب واتطوعت في الجيش بدل أبوها العجوز، ورجعت لأهلها كبطلة واتجوزت الأمير. لكن القصة الحقيقية غير كده. القصة الحقيقية الإمبراطور اكتشف تنكر مولان في زي شاب وشغلها في بيت دعارة، ولما رجعت لأسرتها لقيت إن الأسرة مفككة بسببها فانتحرت. قصة الأميرة والضفدع المسحور. الضفدع المسحور بيطلب من الأميرة إنها تقبله ويرجع أمير تاني، لكن في القصة الأصلية الأميرة مش بتقبل الأمير المسحور، لكن بتضرب راسه جامد جدا في الحيطة عشان راسه يتكسر ويزول السحر. في فيلم سنو وايت الأمير بيتجوز الأميرة والساحرة بتقع من فوق الجبل وتموت، لكن في القصة الحقيقية الأمير والأميرة بيعزموا الساحرة الشريرة على حفل زواجهم وبيلبسوها حذاء حديدي ضيق جدا وبيجبروها على الرقص طول الليل فتنزف من رجليها لغاية ما تموت. كتير من قصص أفلام ديزني اتحورت عشان تلاقي من المشاهد وتلاقي من الأطفال، لكن الحاجة الصادمة جدا إن الأفلام الحقيقية ما كانتش كده خالص، كان كلها عنف ودم وغير ملائمة تماما للأطفال.